مشاهدينا اهلا بكم في حلقه جديده مذاعه الهواء مباشره من خلال برنامج شباب على الهواء. بقدم التحيه لكل الشباب النهارده الاربعاء 1 نوفمبر 2023. ان شاء الله حلقتنا تحوز على اعجاب حضراتكم في كل مكان. النهارده الحقيقه معانا مجموعه من الشباب زي كل يوم اربع الحقيقه منورين النهارده في استوديو. عملوا اختراع جميل جدا، اخترعوا جهاز رياضي لقياس اللياقه البدنيه، والجهاز ده الحقيقه بيتم استخدامه في كليات التربيه الرياضيه وكمان الملاعب الرياضيه. يمكن لاول مره بنسمع الحقيقه عن هذا الاختراع الجميل اللي هم اخترعوه. طبعا هنتعرف على الفكره، ازاي هي جات لهم الفكره ان هم يعملوا جهاز زي ده، وامتى بدات بالظبط ان هم يستعملوا الجهاز ده، والوظيفه اللي بيقوم بها هذا الجهاز العظيم. طبعا هنشوف هم اخترعوه ازاي، وهنشوف الفكره جات لهم ازاي، والهدف طبعا من هذا الجهاز اللي مخترعينه، وفي نفس الوقت هنعرف قد ايه اخذ الوقت عشان يعملوا جهاز فعلا لقياس اللياقه البدنيه للانسان الرياضي والغير رياضي. يعني اي حد فينا عايز يختبر اللياقة البدنية عنده ويقدر يلعب رياضة ايه ويقدر فعلا يتميز في رياضة ايه، هيعرفوها من خلال هذا الجهاز. هنتعرف على شبابنا اللي هينورونا النهاردة في الاستوديو الحقيقة، وهم كابتن اسلام وهو مدرب جودو ولياقة بدنية، وكمان احمد صلاح وهو مدرب كيك بوكسنج، وكمان هينورنا نور الدين احمد وهو مدرب سباحة ولياقة بدنية. احنا الحقيقة عندنا صفحة جميلة جدا على الفيسبوك، يا ريت اللي عنده اي سؤال النهارده عايز يطرحه على شبابنا الاعزاء على الفيسبوك. الصفحه سهله جدا، هي بعنوان شباب على الهواء مكتوبه بالعربي. يا ريت تبعتوا لنا كل الاسئله على الهواء مباشره، واحنا هنجاوب عليها النهارده من خلال برنامج شباب على الهواء. تعالوا سريعا نروح لفاصل وبعدين نرجع مع بعض عشان نستقبل ضيوفنا في الاستوديو. أنا حاكم على الهواء مباشرة، ونورنا في الاستوديو كابتن إسلام عبد المجيد وهو مدرب جودو ولياقة بدنية. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. نورنا كمان كابتن نور الدين أحمد وهو مدرب سباحة ولياقة بدنية. أهلا بيك. ونورنا كمان كابتن أحمد صلاح وهو مدرب كيك بوكسنج. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. طبعا إحنا عرفناكم في البداية، قلنا إن أنتوا عاملين أو مخترعين جهاز رائع جدا لقياس اللياقة البدنية. ده لأول مرة الحقيقة إن إحنا بنسمع عن الجهاز ده، يمكن هيكون معانا فيديوهات طبعا تعرفنا على الجهاز أكتر، بس عرفني الفكره جت منين. هي بدايه الفكره ان احنا كنا بنقيس مستوى اللياقه البدنيه قبل كده، كان بالعد اليدوي. في اي جهه شغاله بمستوى اللياقه البدنيه او في تمرين اللياقه البدنيه تبقى بالعد اليدوي مش منطقيه، او بمعنى اصح مش حقيقيه، ارقامها مش حقيقيه، في ناس كتيره بتتظلم فيها. فبدانا نشتغل في الموضوع ده، طورناه ان احنا عملنا حاجه اسمها استاتيك العريضه، جبنا استاتيك عريضه واشتغلنا بيها في قياس اللياقه البدنيه في جميع الالعاب الرياضيه، بس ما حققتش النتيجه اللي احنا كنا عايزينها. فطورناه ان احنا جاتنا فكره الجهاز ان هو بيحقق العدل في الالعاب دي كلها، مستوى اللياقه البدنيه من مدى انقباض وانبساط كامل للعضله، فيعني مدى تشريحي كامل، ويعني ظبط الالعاب الرياضيه. هي الفكره اصلا جت انتوا الثلاثه يعني اللي عملتوها كابتن اسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. واولا لما جينا نشتغل على الفكره دي ما كانتش فكره الجهاز موجوده قدامنا خالص، يعني احنا ما كناش عارفين ان احنا هنوصل لجهاز اصلا. احنا من البدايه اشتغلنا يدوي زي ما كل الناس كانت شغاله يدوي. طبعا العد اليدوي كنا بنقابل فيه اخطاء كتير قوي، فاحنا اشتغلنا يدوي عادي. احنا بس كل الحكايه ان احنا عايزين نشوف احنا ليه عندنا العمر الافتراضي للرياضي قليل. ليه بقى؟ نعم، ليه؟ ما احنا بحثنا عشان كده، احنا عايزين نشوف يعني احنا عملية التأسيس. احنا بنرجع تاني بقى ايه قمت جايبها ألف ب، يعني احنا اشتغلنا على ألف ب لياقة بدنية يعني بالتمارين الأساسية بقى، هنقول مثلا على سبيل المثال تمرين للضغط، تمرين للبطن، العقلة، كل التمارين الأساسية الثابتة. حبينا ان احنا ننزل الأول يعني نشوف الولاد اللي في الألعاب الفردية، ننزل نشوفهم في الملعب بقى. يعني احنا عملنا اختبارات لياقة بدنية وعملنا أيام رياضية، فلما جينا نعمل اختبارات لياقة بدنية لقينا السبب في عمر الافتراضي للرياضي قليل ان هو الأوضاع مش كويسة أصلا في الألعاب الأساسية. يعني احنا عندنا كابينة تحتية مش مظبوطة أساسا، مش طبعا مش عند كل الناس، ولكن بصفة عامة أو بنسبة كبيرة جدا إن الأوضاع الأساسية للرياضي مش مظبوطة. الجسم مش مظبوط، المدى الحركي لأداء التمرين مش مظبوط، ما بيجيبش أول الحركة وبيجيب آخرها. فبدأنا إن احنا نشوف طب نعمل إيه، عايزين نشوف نعمل ايه عشان ان احنا نظبط الموضوع ده. بدانا نعمل اختبارات لياقه بدنيه، بدانا نعمل دعوه لبعض مدربين وبعض اكاديميات، وبدانا نعمل منافسات. لما جينا نعمل منافسات
لقينا بقى ايه، قابلنا المشكله الكبيره اللي هي عمليه الظلم التحكيمي، ان لعيب وضعه كويس ولعيب وضعه مش كويس، والموضوع ده بيفرق في عده واحده. فلقينا في ظلم جامد، مش قادرين نحكم، مش قادرين نحكمه. انا وفريقي متفقين ان احنا نحقق العدل، احنا عايزين نحقق العدل. انت وفريقك، يعني انتوا الثلاثه فعلا اشتركتوا مع بعض في ان انتوا تعملوا الجهاز ده. واحنا فريق اكبر، فريق كامل. انتوا فريق كامل يعني مش ثلاثه بس، ده في وراكم ناس تانيين كمان بس ما جوش النهارده. في حكام، في مؤسسين، في مدربين، كل واحد في دور. اوكي، انا عايز اعرف بالظبط المده الزمنيه اللي استغرقها الجهاز ده عشان تخترعوه او تبدعوا فيه. يعني هي المده الزمنيه اصلا بدات، الفكره اصلا بدات من 2012، من 10 سنين. بدانا اول حاجه بدانا عد يدوي، نشتغل زي اي حد، زي ما اي حد ما بيشتغل في اللياقه البدنيه عد يدوي. زي ما قال الكابتن اسلام برضو، حصل في ظلم تحكيمي والكلام ده. بعد كده بدانا نعمل اجهزه عباره عن اساتك، بتقيس الضغط، بتقيس العقله، بتقيس المتوازي، بتقيس المسافات اللي هي الوزب عالي، وزب ثابت، الكلام ده. بعد كده بدات بقى فكره الجهاز، بدانا نجمع كذا فكره بليزرات والكلام ده. هو جهاز شكله ايه؟ ديجيتال مثلا، زي حاجه زي ديجيتال، زي شغال بالسكر واكياس الضغط مثلا؟ لا، هو عداد، هو جهاز كبير. هو جهاز كبير، هو جهاز كبير، بس طبعا التطوير مستمر. احنا هو المشكله كلها في الدعم بس، يعني الفكره اتطبقت خلاص. اوكي، بس محتاجين بقى دعم. طب عايز اعرف العقبات اللي قابلتكم كابتن نور ايه وانتوا بتخترعوا الجهاز ده؟ اكيد ما فيش اي فكره في الدنيا من غير عقبات. لا طبعا، عقبات كتير. فكره الجهاز اصلا برمجته صعبه جدا، مفيش مهندس كبير، تكلفه، من ناحيه التكلفه، من ناحيه النفس، من ناحيه الوقت. تعبنا كتير قوي، احنا جمعنا كتير قوي وسهرنا كتير عشان نقدر نوصل لفكره كويسه. كل ما نوصل فكره نلاقي فكره احسن نبدا نطورها. تعبنا عقبال ما نلاقي مهندس يفهم معانا لفكره البرمجه عشان يأسس وحده البرمجه بتاع معانا. بعد ما أسسنا وحده البرمجه، عايزين مثلا نطور الجهاز مثلا اوتوماتيك، مثلا بوحده تحكم بره، مدى التحرك بتاعي كذا سنسور، في اي ار، في ليزر، يبدا يقيس مدى انقباض ومدى انبساط كامل العضله. وفي تطوير جاي ان شاء الله، ان احنا مثلا عايزين نوصله بالكمبيوتر مثلا ولا حاجه، ان هو يقدر يتحط في الكليه الحربيه. يعني كلها الحربيه مثلا لغايه دلوقتي شغاله بالعدل اليدوي، اختبارات كلها الحربيه، كليه التربيه الرياضيه، كل ده شغال بالعدل اليدوي. فاحنا بقى يعني حاجه زي كده ممكن تتحط في كلها الحربيه او في اي مكان في قياس مستوى اللياقه البدنيه قبل اي لعبه. اكيد. انا عايز اعرف بقى من حضرتك كابتن احمد، وحضرتك مدرب كيك بوكسنج، وده باين طبعا في الوش في تعويرات كتير. عايز اعرف ده فعلا استعملتوه على اساس، يعني على نطاق رياضه الكيك بوكسنج؟ طبعا. ولا حاجه رياضات تانية كتير؟ لا جربناه كتير، جربناه في رياضه الباركور عامه. عملنا برضو لقاء كده في الباركور، قسنا بيه معدل اللياقه البدنيه للاعيبه، وعملنا برضو بطوله محليه عندنا في المنصوره. كانت برضو كانت مشجعنا. عملنا بصراحه عملنا مهرجان، يعني ما كناش متصورين ان هو اصلا مستوى الرياضه عامه، فما كناش متوقعين ان ده يحصل. يعني عمل فرق كبير جدا بالنسبه لللياقه البدنيه. اكيد. عايز اعرف من كابتن اسلام بقى رد فعل اللعيبه لما بيشوفوا الجهاز او ان هم يقيسوا اللياقه البدنيه، ودي حاجه كويسه جدا حقيقه، على الاقل الواحد يعرف مستواه الفني قبل ما هيجي يلعب اي رياضه. بالظبط. عايزه اعرف يعني ده الجهاز صح كده؟ مش هو ده اللي معانا على الهواء؟ بالظبط، ده شرح. يا ريت تشرح لنا بقى قبل ما نشوف رد فعل اللعيبه، اشرح لنا كده. طيب دلوقتي هو طبعا الفيديو هو هنا، مش عمليه الشرح هنا مش من اوله يعني، ولكن هو الفكره ككل في راس الجهاز اللي هي العداد الاصفر. هو عداد، هو عداد الكتروني. احنا حولنا العد اليدوي لعد الكتروني بدون تدخل بشري، ولسه في تطوير طبعا ان شاء الله يعني. الفكره كلها في الوحده الالكترونيه. الوحده الميكانيكيه دي ممكن سهل تتعمل، وطبعا كلها بالمواصفات كلها طالعه من دماغنا احنا. بتركب قطعه، وكل ما الاقي الجهاز ناقصه حاجه ارجع تاني للمهندسين، انا عايز كذا، كل حاجه بقياسات ومواصفات خاصه. طبعا الجهاز، انا عايز كنت عايز اقول بس نقطه محدده.
ان احنا على مدار اخر 4 سنين الجهاز فشل كتير جدا، ما كانش نفع يتحقق اصلا. اشتغل معانا مهندسين كتير محدش عارف يعمل البرمجه، احنا فشلنا فيه. يعني مش بحب كلمه فشل، ولكن هي دي الحقيقه، ده الواقع، ان احنا حرفيا الجهاز مش يعني بيقول لنا خطوات كتير عشان مش نافع يتعمل تماما. مش هيتعمل. بس انت ما جالكوش ياس او حاجه؟ ابدا الحمد لله، في اصرار على الفكره. الحمد لله وقفت بطولات، يعني احنا كنا شغالين بطولات يدوي، وقفت قلت انا مش هعمل اي حاجه خالص، والفريق قال مش هنعمل اي حاجه خالص. وكان في اصرار ان انتوا فعلا تحققوا نجاح في ان انتوا تعملوا جهاز زي ده يقيس فعلا اللياقه البدنيه، بيقيس بقى الكتله العضليه مثلا، يقيس دقات القلب، يقيس الضغط. لا ما بيقيسش دقات القلب ولا النبض. امال قايم الفكره الاساسيه على ايه؟ الفكره قايمه على اساس ان اللاعب يشتغل بالوضع الصحيح. الاساس وضع صحيح، يعني يلعب جسمه يكون مظبوط في الاداء الحركي عشان اوصل. احنا شايفين حاجه ديجيتال قدامنا اهو، طيب تشرح لنا ده ايه؟ ده طبعا ده شرح الجهاز، ازاي الجهاز بيشتغل. تمام. طبعا المهندس عبد الرحمن انا بشكره جدا، لانه هو الوحيد اللي قدر يعمل الجهاز ده، وتعب كتير جدا وصهر فيه فعلا، وقابل مشاكل وكمان وقابل عقبات طبعا. وهنا زي ما احنا شايفين دي الطريقه التقليديه من غير الجهاز، صح كده؟ لا، ده شغال بالجهاز. ده كده الجهاز شغال بدون تدخل حكام، بدون تدخل بشري. اوكي، اللاعب هيلعب صح، الجهاز هيعد. اوكي، مش هيلعب صح، مش هيعد مع الجهاز، مش هيعد. فكده انا اكبر. غير بقى الطريقه الثانيه اللي كنا شغالين بيها الاول، كان ممكن يلعب صح وممكن الحكم ينسى. كان من ضمن المشاكل اللي احنا كنا بنقابلها ان الحكم بينسى. دي تجربه على فريق المصارعه لسيد المنصوره. فطبعا فرق اللعيبه اللي معانا بقى، السؤال اللي حضرتك سالتيه مهم جدا، فرق بين اللعيب اللي كان بيشتغل من غير الجهاز وفرق بين الجهاز. اصبح هنا اللعيبه اللي بتشتغل بالجهاز نفسيتها عالت جدا طبعا. بيقول لي يا كابتن احنا مبسوطين، احنا ما اتظلمناش، مفيش ظلم. صح. كان في تمرين زي الضغط على سبيل المثال ممكن لعيب ينزل وسطه شويه فبيساعد نفسه. اللي بيلعب صح بيتظلم طبعا، فهنا اصبح ان هو لازم يلعب صح غصب عنه. اكيد. فاسسنا البنيه التحتيه للياقه البدنيه. كابتن نور بقى رد فعل الرياضيين كان ايه، خصوصا السن الصغير من الشباب؟ لما حقق العدل ما بينهم، التظلمات اللي كانت بتحصل من خلال البطوله، ردود الافعال بتاعت الاطفال كانت صعبه جدا بصراحه، وحد يزعل، واصل اخطاء ممكن تحصل من اللاعب او ممكن تحصل من الحكم. ولما طورنا بالاساتيك برده ما كانش دقيقه شويه يعني، فالجهاز حددها، وبنقدر نحدد مع كل لاعب سواء مثلا طويل قصير، احنا نقدر نحدد الجهاز مدى انقباضه ومصط كامل لكل لاعب، بحيث ان هو ايه يعني تختلف من واحد طويل لواحد صغير، واحد عريض السن طبعا بيختلف، اللياقه البدنيه بتختلف، كل ده بوحده التحكم بنقدر نغير، نتحرك الجهاز فوق ولتحت، والسنسور يتظبط على كل لاعب بحيث يجيب مدى انقباضه ومصاد كامل للعضله ويشتغل. جميل. يعني عايز اعرف، احنا شايفينه في صالات الجيم، يعني شايفين الجهاز ده في الجيم، ده ممكن يكون موجود فين تاني غير الجيم، بحيث ان فعلا مش هنستخدمه بس على اساس اللي بيلعب جيم او بيلعب سويدي او ضغط او كده، لا ممكن نستخدمه في حاجات تانيه زي ايه؟ ممكن يكون موجود مثلا معانا اللي عايز يقيس لياقته البدنيه مثلا وهو بيلعب رياضه حتى طبعاً في البيت. ده بيأسس كمان، بيأسس الاوضاع الصحيحه لكل حاجه، سواء للضغط، سواء للبطن، سواء للعقله، سواء للموازي، بيخلي اللعيب، بيخلي مثلا الانسان عامه بياخد الوضع الصحيح، سواء انقباض العضله او الانبساط. فبيضطر ان هو يلعب صح، ياخد الوضع صح. اكيد. في شروط معينه بقى لاستخدام هذا الجهاز؟ يعني في سن معين، في جسم معين، في حاجه، ولا ممكن اي حد عادي؟ يعني حد حتى مش بيلعب رياضه يستخدم هذا الجهاز؟ هو عباره عن قياسات. يعني بعرف المستوى بتاع اللاعب بالاداء صحيح. كان كل المشكله ان احنا نظبط الوضعيه، اللي هو احنا هنعمل الوضع ونعرف هو بيجيب عدد قد ايه في مده زمنيه قد ايه، ونقدر بعد كده نقيس له النبض، بنعرف برده مستواه عن طريق النبض. فبالتالي بنعمل له تحمل عضلي. ودي برضو دي فتره التاسيس سواء كبير او صغير. طيب الاماكن بقى اللي ممكن يتواجد فيها الجهاز بعد كده يكون ايه؟ يعني انا شايفاه هو موجود عندكم انتوا، لكن لو حد طلب منكم ان هو عايز فعلا، لانه ده مهم جدا بعد كده هيكون موجود في كل اي رياضه، اي مجال، اي جيم، اي حاجه، حتى ممكن يكون موجود على المستوى الشخصي، الواحد ممكن يكون عايز يقيس فعلا الكتله العضليه، بيعرف يعني يعمل رياضه زي دي، رياضه الضغط مثلا، يشيل حديد، الحاجات دي كلها ممكن يكون موجود الجهاز ده فين تاني؟ ممكن يكون في جيمات
ممكن يكون في النوادي، في زي ما كان هنا مثلا في بطوله المصارعه، ما اي لعبه سباحه طايره مصارعه اي حاجه بتبتدي باللياقه البدنيه. ما فيش لعب رياضه غير لما عاد على مستوى اللياقه البدنيه. أكيد. فدي بتكون فدي سهله ان هي تكون في اي لعبه، لان دي حاجه مشتركه في كل الالعاب. اكيد. يعني انا عايزه اعرف بقى طبعا الناس اللي بتدرب غير الناس اللي بتتدرب، بقى في فرق كبير جدا بين الاثنين. انتوا كمدربين بتدرب انت مثلا كيك بوكسنج، هنا جودو، هنا سباحه، حاجات كتير قوي. الفرق بين الرياضي اللي بيدرب والرياضي اللي بيتدرب؟ خبره اكيد. اكيد بتحاول تقلهم الخبره ازاي بقى؟ طبعا الاوضاع الصحيحه، بدي الاوضاع الصحيحه. بالنسبه للجهاز كمان عمل طفره كبيره. أكيد. بالنسبه للاوضاع، لان كان في مدربين اصلا ممكن ما يدققش مع اللعيب بتاعه. يعني ما يدققش مع اللعيب بتفاصيله، باوضاع صح، بتحركاته، بكل حاجه. الجهاز كده كده ما يتحط في اي مكان هيظبط الوضع صح. هيخلي اللعيب يطلع مظبوط. اعداد كعدد ككبار عضله وانبساط، كل حاجه بتبقى مظبوطه في الجهاز. كابتن اسلام، عايز اعرف مين اللي ساعدكم بقى في هذا الاختراع الجميل؟ يعني مش اي حد، هو محتاج طبعا امكانيات جامده جدا، محتاج ماديات، محتاج فكره، وخلاص الفكره موجوده منكم ومن الفريق اللي وراكم طبعا. فريق كبير. لكن الامكانيات بقى حققتوها ازاي؟ او المساعدات جت منين يعني بمعنى اصح؟ احنا كلنا يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى طبعا، احنا كلنا ساعدنا. ما فيش حد ما ساعدش. اللي ما قدرش يساعد ماديا ساعد بوقته. واللي ما قدرش يساعد بوقته ساعد بالمجهود. اللي ما قدرش يساعد بالمجهود بقى ينزل معانا يجيب لنا حاجات بعض. يعني ما فيش حد ما ساعدش. كلنا ساعدنا. ما فيش حد ما عملش مجهود في الموضوع. كلكم كنتوا بتساعد؟ كله كان بيساعد. طيب انا هروح بقى لكابتن نور وحضرتك مدرب سباحه. يمكن السباحه لعبه الى حد كبير بتحتاج مجهود كبير، وهي طبعا مش اقل من اللعب الثانيه، كلها بتحتاج مجهود كبير. بس السباحه يعني عشان في الشتاء دايما بيبقى في شكوى كبيره من الاسر اللي حابه تلعب ولادها سباحه، لكن بتقول لك في الشتاء بيبقى صعب جدا الطفل او حتى الشاب ينزل يعوم في الميه. هل الجهاز ده ممكن يوفر فعلا علينا ان احنا بدل ما نعمل تدريبات كتيره جدا في الميه نفضل طول الوقت في الميه لفتره كبيره؟ يعني وده ممكن طبعا في الشتاء بيبقى صعب لانه بيبقى فيه جو يعني شتاء قارس او كده. ممكن الجهاز يساعدنا ان احنا نعمل رياضه بدون ما ننزل حمام السباحه؟ هو رياضه السباحه يعني قلت حضرتك يعني السباحه حاجه، وان انا اسس لياقه بدنيه حاجه بره. أكيد. يعني اي سباح لازم يعدي على فتره فتنس وتمرين قبل فتنس ما ينزل الحمام، قبل ما ينزل الميه. وله تمرين فتنس لوحدها محدده غير ايام السباحه، وفي له وحده تدريبيه في السباحه. فدي حاجه ودي حاجه. بس الجهاز مش في الميه ما انا عارفه، بس ممكن نعمل تدريبات يعني اللياقه طبعاً البدنيه. في تدريبات لكل لكل عومه طبعا، لتقويه العضلات لكل عومه. نقدر نحددها بوحده الجهاز اللي برضه الانقباض والانبساط كامل. فده ينفعنا ان احنا نطلع لعيب صحيح البنيه، العضله كامله، العضله مظبوطه. نقدر نطلع منتخب كويس، نقدر نطلع لعيبه باسم مصر بنتيجه كويسه بتحقيق كويس. اكيد. الكابتن اسلام لفت نظرنا لحاجه مهمه جدا في البدايه، ان بيقول عمر اللعيبه هنا في بلدنا مش طويل قوي، فده يمكن راجع لحاجات كتيره جدا، يمكن راجع لنظام الاكل، نظام التغذيه، نظام حتى التربيه والتعليم في المدارس. في بعض الاحيان مش بنهتم قوي بالرياضه، حصه البي اي او الرياضه دي بتكون ممكن برضو ملغيه في المدارس. يستخدم في المدارس النوادي الرياضيه، الكوره مثلا، سله. يعني ما شاء الله الجهاز يستخدم في كل الالعاب. يعني لان الف ب اصلا الف ب لياقه بدنيه. اكيد. مش اي مدرب معتمد على اللياقه البدنيه مش هيأسس لعيب. اكيد. مش هيطلع لعيب. اكيد. وكمان احنا ممكن برضو نعمل حاجه اسمها زي موسوعه جينس كده، ممكن نطلع ارقام قياسيه من الجهاز لوقت معين. دي مرحله بقى متقدمه جدا لسه. لا احنا طورناها كمان. احنا طورناها، عملنا العد الالكتروني اصلا بيعد بالوقت، بنظبطه بالوقت، بنظبط العد. يعني ممكن نطلع ارقام قياسيه مثلا بالضغط، من العقله، من الموازي، من البطن. ممكن نطلع ارقام قياسيه اصلا باسم الجهاز. فعلا عملنا ده، اضافه لكلام كابتن احمد برضو اللي عملنا ده فعلا في الدقهليه. عملنا تصنيف للبطوله بالضغط، وطلعنا اول دقهليه. يعني جمعنا بعض فرق وعملنا بطوله بشكل تجريبي، وقلنا هنحدد مين بطل الدقهليه في تمرين الضغط. انا شايفه الجهاز اللي لما عرضناه على الشاشه ان هو معظمه شباب اللي شغالين عليه، او يعني
ناس بتلعب اوريدي رياضه يعني. طب لو في ايه مثلا فئات ثانيه عمريه عايزه تقيس اللياقه البدنيه سواء من اطفال او من ناس كبار ممكن برضو يستخدموا الجهاز ولا ما بيحكمش على سن معين؟ الجهاز مش سن معين، مفتوح لجميع الاعمار، لان الجهاز هو اللي بيتحرك على حسب مقياسات اللعب او اللي نازل يتمرن. يعني احنا برضو هرجع لسؤالي تاني، عمر اللاعب بقى اللي عايز يلعب في اي لعبه سواء سباحه او جودو او كيك بوكسنج او كده المفروض تبدا من سن كام؟ يا كل لعبه تختلف يعني. لو سباحه مثلا، لو سباحه نبدا من سن 4 سنين، 4 5 سنين. أربع سنين وده سن فعلا ممكن ان او في سن من قبل كده الحديث الولاده اللي هو بنشوف الحاجات الصغيره من اول سن الفيديوهات اللي هي اليوتيوب على 3 شهور ده بيكون معانا فعلا حقيقه معانا في مصر. صح، بنشوف الصين ده بيحصل كده. لا في مصر صعب قوي. موجود والله في مصر فعلا موجود، ابتدوا يعني يكون عندنا وعي شويه وعي شويه في بالتاهيل الحالات الخاصه في الميه والاطفال الصغيرين. اوكي، لو اتكلمنا بقى عن رياضه الكيك بوكسنج نفس السؤال، يعني لو حابين ان احنا ننضم للرياضه دي المفروض من سن كام؟ من سن 7 سنين. سن 7 سنين بيرجع برضو من طفل للتاني على حسب برضو البنية طبعا. طبعا بس هو عامة بتبدأ من سن 7 سنين ممكن يعني عادي يتدرب من سن 7 سنين. طبعا لحد كمان ممكن، ما في ناس بيجي لي ناس والله اتمرن عندها مثلا 36 سنة معدي 30 سنة بيجي عايز يتمرن، اتمرنش ألعاب قبل كده، يقول أنا عايز اتمرن كيك بوكس عشان يضرب على طول. الفكرة كلها. طيب أنا هروح لكابتن إسلام ومدرب جودو، فعايز أعرف الجودو رياضة جميلة جدا طبعا يعني، وفيها كمان مستويات كتير وبيقعدوا يتدرجوا كتير لحد ما يوصلوا لوقت معين بياخدوا حزام مثلا اللي هو الأسود أو كده. بيتدرجوا في الأحزام أكيد. أنا عايز أعرف المفروض اللي عايز يلعب أو يخلي ولاده يلعبوا جودو المفروض من سن كام برضه؟ بداية كده قبل ما ارد على سؤال حضرتك، ده سؤال مهم جدا ومن ضمن الاسباب اللي خلتني عملت الجهاز اصلا. فكرة السن للرياضة، انا اولا انا بعتبر نفسي لاعب، مش بحب اطلق على نفسي لقب مدرب بشكل عام يعني. هو فكرة السن، سن الجودو يعني ممكن يتمرن يبدأ تمرين من سن 5 أو 6 سنين وبالتالي على بقية الألعاب عادي ما عنديش مشكلة إن الولد يبدأ يلعب، بس قبل ولي الأمر ما يودي ابنه يروح يلعب لعبة سواء فردية أو جماعية لازم الأول نشوف قدراته البدنية إيه. يعني أنا النهاردة ممكن أودي ابني أو بنتي تلعب لعبة فردية أو جماعية وما شاء الله كويس جدا لحد سن معين، وأقوم جاي عند سن 18 سنة أو 20 سنة ويبدأ خلاص يعني ما عادش قادر يدي فيها تاني خالص. ليه؟ لأن هو اشتغل أحمال بدنية أعلى من كفاءته. أوكي، فما نحملش الطفل أكتر من طاقته عشان يقدر يدي في اللعبة دي. يبقى أنا دي مهمة جدا إن الأب والأم يكونوا عارفين إمكانيات أولادهم بحيث فعلا ما يحطهمش في لعبة أكبر من طموحاتهم أو أكبر من الكتلة العضلية، لكل جسم طبعا بيكون ليه كتلة عضلية. عشان كده لازم أقوم راجع تاني أبدأ أمرنه لياقة بدنية الأول. الجهاز مش للتمرين، الجهاز لقياسات اللياقة البدنية، أعمل له اختبارات بدنية عليه للتمارين الأساسية. للأسف يعني وقتنا قرب ينتهي معاكم، فسريعا كده نصيحة يعني لكل حد هيستعمل الجهاز أو كل حد عايز يلعب رياضة، نصيحة سريعة علشان خلاص وقتنا. طيب بينتهي. حاضر ماشي تمام. طبعا احنا لنا الشرف ان احنا موجودين معاكم النهاردة ومبسوطين بالفرصة الكبيرة دي بالنسبة لنا عشان نقول كل اللي عندنا وان شاء الله في عجلة. الجهاز بيعمل اختبارات لياقة بدنية تمام؟ اختبارات اللياقة البدنية هيخليني أعرف ابني ده أو الولد ده قدراته إيه؟ دي أهم حاجة، أعرف قدراته الأول. يبقى ما ينفعش أنا نقدر نوظفه في أي لعبة بعد كده. بالظبط كده، قبل ما يختار لعبته لازم أكون عارف قدراته. أوكي. بيشتغل إزاي، بيعمل إيه، بعد كده أبدأ أقول هو يقدر ولا لأ. ما ينفعش يبقى عندي 30 لعيب وأدي لهم كلهم نفس التمرين، مش كلهم نفس الكفاءة. أكيد. كابتن نور، الجهاز كده أتاح لنا فرصة إن إحنا نخلي الرياضة للجميع. جميع الأعمار بصراحة يعني. كله يقدر يمارس الرياضة بشكل مناسب وصحيح وعادل. الجملة دي جدا، الرياضة للجميع دي حاجة جميلة. كابتن أحمد، وأتاح لنا برضه نصيحة إن إحنا نحسن من الوضع الصحيح بالنسبة للعبة. الحقيقة أنا بشكركم جدا، نورتوها النهاردة الشباب على الهواء، وإن شاء الله مش هيكون آخر لقاء يعني، أكيد هتطوروا من الجهاز وهنرجع مرة تانية نتكلم عليه هنا في الشباب على الهواء. أنا بشكركم جدا. مشاهدينا بكده الحقيقة تكون خلصت حلقتنا معاكم النهاردة بسرعة في الشباب على الهواء. إن شاء الله بكرة أسرة جديدة وحلقة جديدة. أشوفكم دايما على خير بإذن الله.